الحلقة 62 والأخيرة في تفسير جزء عامة، تفسير سورة الناس. قل أعوذ برب الناس، قل يا محمد أستجير وأحتمي برب الناس، أي الخالق الرازق الآمر الناهي، هو ده الرب. فهذا توسل بتوحيد الربوبية. ملك الناس أي صاحب الصفات الحسنى، لأن الملك لا يسمى ملك بغيره، فهذا توسل بتوحيد الأسماء والصفات. إله الناس أي معبود الناس، وهو رب كل شيء ومليكه وإلهه، فهذا توسل بتوحيد الألوهية. يبقى بوصف ربنا بثلاث صفات بيحبها، أنه رب، وأنه الملك الكامل في الأسماء والصفات، والمعبود. توحيد الربوبية، أسماء وصفات، وألوهية، ثلاثة دول النزع فيهم البشر. فربنا عندما تمدحه بهذه المدائح يحبك وأرجى أن يستجيب لك. طب تستغيث بالله اللي وصفته ثلاث أوصاف دول من إيه؟ من شر الوسواس الخناس، من شر أستجير بالله أن يحميني من شر الوسواس في صدور الناس، اللي بيوسوس في صدور الناس. يعني يوسوس يعني يلقي الأفكار المقلقة والمحزنة في نفوسك. عضيع الفلوس، عضيع فلان، عيخونك، مراتك بتتكلم عليك، يفضل طول ما الوقت معيشك في قلق. طيب مشكلة صغيرة عدي يكبرها، ده الوسواس. الخناس الكبان، الذي يهرب عند ذكر الله وإرادة العبد التبين من تلك الوساوس طاعة لأمر الله. تلاقيه على طول هرب، وتلاقي الموضوع بسيط، وانت الأيام والليالي ضيعتها أوانطة كده. من الجنة والناس، الوسواس ده نوعين، وسواس من الجنة يعني من الشياطين ومن الجن، ووسواس من الناس، الذي يوسوس في صدور الناس، وهو اختيار الطبري. طيب أسئلة هامة، ما مكان نزول الآية؟ هي سورة مدنية وقيل مكية، في خلاف، نزلت بعد الفلق. ترتيبها 114، عدد آياتها 6 آيات، عدد كلماتها 20 كلمة، عدد حروفها 79 حرف. ما الدليل على تفسير الوسواس الخناس بالذي يلقي الأفكار المحزنة والذي يهرب عند ذكر الله والتبين؟ لأن هذا التفسير تفسير مجاهد، قال ينبسط فإذا ذكر الله خنس وانقبض، فإذا غفل انبسط. ما الدليل الوسواس نوعان من الجن والإنس؟ قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. لماذا بدأ بالجن؟ لأن لشدة خطورتهم. طب ما الدليل إن هم أخطر؟ أول حاجة لأنه ما من أحد من بني آدم، قال عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قال وإياك يا رسول الله، قال وإياي، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. يجري مجرى الدم من العروق. في قصة صفية النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان، أما كان الرسول بيودع صفية، قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. طيب إزاي الدم الشيطان يمشي في الدم؟ ما الدم فيه غازات ممكن الشيطان يمشي فيه، زي الغازات كده والأكسجين وثاني أكسيد الكربون يمشي في الدم، والغذاء يمشي في الدم. طب هل يشترط أن يكون الموسوس مستترا عن البصر؟ لا، ممكن يكون الموسوس ده قدامك. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور. طب كيف نواجه الوسوسة؟ بذكر الله. جاء عن أبي مليح عن رجل قال كنت رضيف النبي فعصرت دبته فقال تعس الشيطان، فقال لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوتي، ولكن قل بسم الله فإنك إذا قلت ذلك تصغر حتى يكون باسم الذباب.
إن الذين إذا اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبلسون فإذا هم مبصرون. ما الدليل على تفسير الخناس؟ قال ابن عباس عن طريق سعيد بن جبير: ما من مولود إلا على قلبه الوسواس، فإذا عقل فذكر الله خنس، فإذا غفل وسوس. قال: فذلك الوسواس الخناس. ما حكم من أنكر المعوذتين أنهما من كتاب الله؟ اليوم في العصر بتاعنا ده كافر بالإجماع، لأنه أصبح معلوم من الدين بالضرورة. أما في عهد الصحابة فيحتمل التأويل فيعذر بتأويله، مثل ابن مسعود، مسعود كان بيعتبرهم مش من كتاب الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله لكم. انتهى تفسير جزء